حقيقة انفصال محمد صلاح عن أم مكة وشربه للخمور، تفاصيل قطعت الشك باليقين. محمد صلاح يفض الشراكة مع زميله في ليفربول ويتصدر قائمة الأكثر صناعة. السلام عليكم، لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة. حقيقة انفصال محمد صلاح عن أم مكة وشربه للخمور، تفاصيل قطعت الشك باليقين. اللاعب المصري الكبير محمد صلاح، أو فخر العرب كما يطلق عليه، لاعب كرة قدم مصري من مواليد مدينة بسيون عام 1992. عاش النجم الكبير محمد صلاح طفولته في ظل ظروف مادية صعبة اضطرته للتخلي عن حلمه في الدراسة الجامعية، ورغم كل الصعاب إلا أنه لم يستسلم ونجح في تحقيق نجاح ترددت أصدائه في جميع العالم. بدأ حياته الكروية في نادي المقاولون العرب، بعد أن انتقل مباشرة إلى أوروبا للانضمام إلى فريق بازل السويسري، فروما فليفربول، حيث صار أيقونة النادي الإنجليزي. سؤالان كثيرا مطرحهم المتابعون في الفضاءات الإلكترونية، سيما بعد أن تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات الاحتفال لاعبي نادي ليفربول بقنينات الخمر وانتشار أخبار تتحدث عن طلاق النجم. لماذا انفصل محمد صلاح عن أم مكة؟ لماذا صار يشرب الخمر؟ والحقيقة فيما يتعلق بتساؤل شرب الخمر، فصلاح لا يشرب الخمر. وفي الفيديو ظهر صلاح وزميله في الفريق الغيني نابيكيتا والسنغالي ساديو ماني، وقد حاولوا الابتعاد عن المنصة حتى لا يصيبهم شيء من هذا الخمر المتطاير. محمد صلاح يفض الشراكة مع زميله في ليفربول ويتصدر قائمة الأكثر صناعة. ساهم محمد صلاح بصورة كبيرة في تحقيق فريقه ليفربول الفوز على إيفرتون في الدربي الشهير ضمن فعالية الجولة 34 لبطولة الدوري الإنجليزي، وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب في أوقات المباراة مع أفضلية نسبية لرفاق المدرب الألماني يورغن كلوب، خاصة في الجانب الهجومي، وجاهد في التقدم عن طريق اللاعب روبرتسون من رأسية الريع بعد تمريرة حريرية للدولي المصري محمد صلاح، وأضاف زميله البديل الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة. وبهذا الفوز يرتفع رصيد ليفربول 79 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة، ويتراجع إيفرتون إلى المركز الثامن عشر برصيد 29 نقطة. لأول مرة ماني يعلق على تألق محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم. يأمل نجم فريق ليفربول محمد صلاح في الفوز بجائزة الكرة الذهبية خلال مسيرته المهنية ليصبح أول لاعب عربي يحقق ذلك الإنجاز، ويقدم محمد صلاح أداء أكثر من رائع رفقة ليفربول في الموسم الحالي، وهو ما أدى إلى ارتباطه بإمكانية الفوز بالجائزة المرموقة هذا العام. وعندما سئل عن إمكانية الفوز بجائزة الكرة الذهبية قال في حواري مع مجلة 442 العالمية: بالطبع هذا يعني الكثير، سيعني الفوز بها الكثير. وأضاف: أحد أهدافي في الحياة هو تغيير الناس، وخاصة في بلدي البلد العربية، ليتمكنوا من تحقيق ما يريدون تحقيقه. هذه الأشياء تمنحهم إيمانا كبيرا بأنفسهم وبإمكانهم فعل ما يريدون. وصف البعض المصري بأنه أفضل لاعب في العالم هذا الموسم، وهو تقييم يتفق معه صلاح نفسه. وتابع صلاح: في رأيي نعم، أقول ذلك دائما، لن أقول أبدا نعم، أنا أفضل من هذا الشخص وأنا أفضل من ذلك الشخص، لا، لكن في ذهني دائما ما أختار نفسي كأفضل، لا أختار أي شخص آخر غيري أنا، هذا رأيي دائما، أنا أحترم جميع اللاعبين الآخرين. عن إعادة مباراة مصر والسنغال ميدو انس القصة دي. علق أحمد حسن ميدو نجم نادي الزمالك السابق على حديث فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال في إياب التصفية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر. وقال ميدو في برنامج رومونتادا المذاع عبر قناة المحور: المهندس فرج عامر ما حسسني أنه قريب إنفانتينيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدما كتب عن إعادة مباراة مصر والسنغال وتابع: مباراة مصر والسنغال مش هتتعاد يا جماعة، وهذا الكلام ليس له أساس من الصحة، والاتحاد الدولي سيكتفي بتغريم السنغال فقط. واختتم: بلاش تعطوا الناس أمل في عادة المباراة، انسوا القصة دي. وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ورصد اتحاد الكرة المصري في شكوى سبعة أسباب إذا ما وضعت في عين الاعتبار وأيدها مراقب المباراة قد تحدث المفاجأة ويعاد اللقاء أبرزها: تهشم زجاج حافلة المنتخب وأيضا حافلات الجماهير وإصابة البعض بجروح، وهذا تم توثيقه
توثقه بصورة فيديوهات تؤكد أن الجماهير والبعثة المصرية لم تكن في مأمن من الخطر قبل وأثناء وبعد المباراة. التشويش على النشيد الوطني المصري بصافرات استهجان عدائية، الأمر الذي لا يتفق مع الأعراف دبلوماسيا وأخلاقيا، حيث لم يحدث ذلك في تاريخ المنتخبات الإفريقية داخل القارة. رفع لافتات عنصرية ومسيئة ضد محمد صلاح ومحمد الشناوي وباقي لاعبين منتخب مصر، والتلويح بإشارات بذيئة في موقف تستهجن الرياضة العالمية وتتخذ مواقف صارمة ضده، إرهاب الجماهير السنغالية للاعبي منتخب مصر أثناء الإحماء وأثناء المباراة بإلقاء المقذوفات على لاعبي المنتخب من حجارة وزجاجة مياه بلاستيكية وصلبة، وظهر ذلك بقوة في عمليات الإحماء حيث لم تفلح تدخلات لاعبي المنتخب السنغالية لتهدئة الجماهير فضلا عن اللقطة الشهيرة لمحمد الشناوي وتعرضه لمقذوف أثناء تصديه لأحد الكرات. فرج عامر إعادة مباراة مصر والسنغال ليست تخمينا أو تهيؤات وإنما معلومات. أكد رجل الأعمال المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق تدويناته بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال في تصفية كأس العالم قطر 2022، وقال عامر في تدوينة جديدة له على صفحته الشخصية بفيسبوك إن إعادة مباراة مصر والسنغال ليست مجرد تخمينات أو تهيؤات وإنما معلومات بشأن ما يحدث هناك، ونتيجة لآراء خبراء دوليين أصحاب خبرات وتجارب مع الفيفا والمحكمة الرياضية. ولافت عامر إلى أن الإعلام الأوروبي خاصة البريطاني مهتم كثيرا بهذه القضية، وأثبت تورط الاتحاد السنغالي في هذه الجريمة وأن هناك عمليات منظمة قامت بها شركات دفعت لها أتعاب من أجل فعل وترتيب كل هذه الأحداث، بل إن هذه الشركات قامت بتدريب حملة مدافع ليزر وليست مجرد أقلام ليزر، واختارت أماكن تواجدهم في مدرجات بعناية، ووزعت لافتات عدائية، وقامت بعمل ترويع وإرهاب للاعبين منتخب مصر. وقال باختصار عملية تم ترتيبها من الاتحاد السنغالي، وثبت من أقوال المراقب الأمن أحداث كثيرة جدا كافية لإلغاء المباراة وإعادتها، وأنهى عامر تدونته قائلا ليس هناك تخمين أو تهيؤات، فالمحكمة الرياضية سوف تحكم لصالح مصر 100%. تقرير فرنسي يكشف قرارة فيفا المنتظرة بشأن مباراة مصر والسنغال. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات، هل فعلا ستعاد مباراة مصر والسنغال؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا، وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.